مشاهدينا ومتابعي الشريعة ميديا في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم في لايف جديد. الأمطار بتغزو وتكسو محافظة الشرقية، عشان خاطر بنفرض لكم زي ما انتم شايفين الأمطار، لكن زي ما انتم شايفين الأمطار بتغزو وتكسو محافظة الشرقية. توخر حذر الوعي والحفظ على نفسهم. يمكن الموجه دي مش اول يوم فيها النهارده، الموجه شغاله بقالها اكتر من كام يوم، اكتر من كام يوم الدنيا بتمطر، اكتر من كام يوم امطار غزيره بتضرب البلاد، بتضرب جمهوريه مصر العربيه كلها وليست ومحافظه الشرقيه فقط لا غير. امطار غزيره بتضرب البلاد، امطار غزيره، جو شتوي يكسو البلاد، اجواء المطر بتكسو البلاد. خلونا ندعي في الاجواء دي، زي ما انتم شايفين السماء يعني معبيه ميه، معبيه ميه، والارض خلاص كانت يعني زي ما انتم شايفين. خلونا ندعي في الاجواء الشتويه الجميله دي لعلها تساعد الاجابه. اللهم صل على نبينا يا رب العالمين، اللهم صل على نبينا يا رب العالمين. اللهم صل على مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين، ومرضى الامه جميعا يا رب العالمين. اللهم ارحم مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين، اللهم ارحم مرضانا جميعا يا رب العالمين. كما انتم شايفين البلد تصيبه بشلل، محدش ماشي في البلد بالنسبه لاهالينا اللي ماشيين على الطريق، انهم يتوخوا الحذر عشان خاطر المطره تكسو، المطره يعني ضربت البلاد. الموجة لسه مستمرة، لكن الموجة شغالة من 3 أيام، كان الطريق برضه مش مهيأ، وكانت المطرة ما بتقفش وما بتسكتش، يعني بقالها مثلا بتاع ساعة ساعتين عمالة تمطر وتقف وتمطر وتقف وتمطر وتقف وتمطر وتقف. أرجوكم حافظوا على نفسكم وادعوا معانا لعلها ساعة إجابة. اللهم صيبا نافعا يا رب العالمين، اللهم صيبا نافعا. زي ما انتم شايفين المطرة يعني وقفت دلوقتي، ترجع تمطر تاني، ترجع تمطر تاني. السحابة زي ما انتم شايفينها كده يعني مظلمة الدنيا، واحنا لسه الساعة 1، الساعة 2.